بابا يا ترى قدرت تعرف شي؟ ايه طبعا عرفت. ميت اشتراهن من بياع قدام المدرسة. هو ما بيعرف اسمه بس وصف لي اياه. بكرة الصبح رح اشحطه من رقبته لهالحقير. ان شاء الله بابا. يلا نشوف تعالي. زمرد خانم، على القليلة انتي لازم تصدقيني. بحلف لك انا ما سويت شي ليلى يلي سممته. فكيلي ايدي. بالله فكك لا تاخدي جمال وتروحي مو هيك؟ ليش لحتى ساوي هيك شي؟ انتي بتعرفي منيح انه انا ما كان بدي غير انه زهرة تعيش عند ابوها وتفوت على المدرسة، وانا قررت ابالة اهتم بجمال. يلا فكيني. لا تعزبي حالك على الفاضي ابدا. أنا لو ما كانوا لكنت جبت واحد وخليته يقوصك ويقتلك من زمان. الشياطين يلي مثلك ما لازم يعيشوا بنوب. زمرد خانم لو سمحتي. زمرد خانم فكيني. زهرة، ميلين، يلا استعجلوا لح نتأخر على المدرسة. لسه في وقت بابا، ليش مستعجل كل هالقد؟ رح نروح على مكان بالأول، يلا. خاطرك ماما. مع السلامة. يلا يلا. أمي. ابني انت منيح؟ بدك شي حبيبي؟ شو صار؟ قلنا عم ناكل. ليلى؟ لا تعب حالك. شو صار معي؟ ملك حطت لك سم بالأكل، والحمد لله انه لحقناك بسرعة. خير؟ شو في زهرة؟ أمي من ليلة مبارح مسكر تليفونه. بتكون مشغولة بجمال، بجوز ما نيما بالليل ولساتها نايمة لهلأ. لا تقلقي بتتصل فيكي. بابا يلا قول لوين نحن رايحين. بعد شوي بتعرفي. زهرة خليكي بالسيارة، هلأ منرجع.